بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذا الحديث فيه استحباب صوم شهر المحرم، شهر الله المحرم، والمقصود صيام غالبه، المقصود صيام غالبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، فالمقصود بذلك صيام غالب شهر الله المحرم، وأضيف إلى الله تعظيما لهذا الشهر لأنه من الأشهر الحرم، ولما فيه من يوم عاشوراء الذي سيأتي حكم صومه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. نعم، هذا فيه استحباب صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وذلك لأن الله سبحانه خذل وأغرق فيه فرعون وقومه، ونصر موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى، لقوله تعالى: أولئك الذين أهداهم الله فبهداهم اقتدى. ولما سأل اليهود لماذا يصومون يوم عاشوراء، قالوا إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل فيه فرعون وقومه، فوصامه موسى فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وهذا من باب الاستحباب، فيستحب صوم يوم عاشوراء، ويصام يوم قبله أو يوم بعده، ولا يفرد بالصيام، يعني ليس من الأنسب أن يفرد بالصيام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. هذا يدل على أن الصيام يوم عاشوراء كان فرضا في الأول، ثم لما فرض الله صيام رمضان نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء، وبقي صومه مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صومه وأمر بصومه، وهذا من باب الاستحباب. وكون قريش تصومه هذا مما انتقل إليهم من دين أهل الكتاب الذين يصومون هذا اليوم اقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان
أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم، وهذا مما يؤكد صوم يوم عاشوراء وبقاء استحباب صيامه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يؤذن، يعني أن يعلم. المراد بالأذان الإعلام، أي يعلم الناس أنه من أكل في اليوم العاشر فإنه يمسك بقية اليوم، ومن لم يكن أكل فليصمه، لأنه يصح صوم التطوع بنية من النهار. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لو أراد الإنسان أن يصوم المحرم كله هل عليه شيء؟ هذا يخالف السنة، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. نعم. طيب، أفضلية صوم محرم وصوم شعبان الشيخ؟ شعبان من الأشهر التي يستحب الصيام أكثرها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، يأمر بذلك ويحث عليه. نعم. شيخ صالح، لو اكتفى يعني الإنسان بصوم العاشر من المحرم هل يجزئه؟ نعم يجزئه، صوم يوم عاشوراء مستقل عن صوم محرم كاملا أو أغلب محرم، فصوم أغلب محرم شيء وصوم يوم عاشوراء شيء آخر. نعم. بالنسبة لهلال المحرمة فضيلة الشيخ صالح، هل ينبغي تحريه حتى نعرف العاشر؟ لا، ما يتحرى إلا شهر رمضان فقط، لأن صوم يوم عاشوراء ليس واجبا حتى يتحرى الهلال. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث المباركة من كتاب المنتقى باب الصيام، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.